طبعا بدأنا بتنفيذ هذا المشروع من الجهة الغربية لمدينة سوهران من عند الملعب الذي تم إنشاؤه من جديد، والآن متجهين على الشارع الرئيسي باتجاه الشرق إلى نهاية الشارع الرئيسي لمدينة سوهران. كذلك الآن نقوم بتنفيذ مشروع لصيانة الطرقات المدينة، طرقات المدينة كاملة. بدأنا من بلدة احتملات وانتقلنا إلى جميع المجالس الفرعية بصيانة الطرقات. طبعا المهم أن قمنا بصيانة الطريق الواصل بين مدينة سوهران وبلدة احتملات، كذلك قمنا بصيانة الطريق الواصل بين مدينة سوهران وبلدة كفرة، كذلك قمنا بتثبيت وصلة كبيرة قطعة واحدة على الطريق الواصل بين سوهران وبلدة تلالين، كذلك قمنا بتنفيذ وصلة كاملة في داخل الشارع الرئيسي لمدينة احتملات، كذلك في المجالس الأخرى مثل مجلس بلاغيدة، تجمع حمر كلس، هناك كمان إصلاحات في الطرق وفي بلدة راعل وفي دويبق وجميع المجالس الفرعية التابعة لمجلس مدينة سوهران.